10 صباحا 7 بتوقيت غرينتش، موجز اخباري ياتيكم من القاهره، اهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام احدث الوسائل والتقنيات الالكترونيه والتكنولوجيه في منظومه عمل المحاكم واجراءات التقاضي وتوفير الموارد الماليه اللازمه في هذا الشان، بما يحقق سرعه الانجاز وحوكمه الاجراءات بهدف تقديم خدمات مميزه ومتطوره للمواطنين. واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان الرئيس تابع خلال اجتماعه مع المستشار عمر مروان وزير العدل، تابع مستجدات تطوير منظومه الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس السيسي بمواصلة ميكنة جميع الفروع ومكاتب التوثيق. ثمن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان تجمع بريكس دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتبارا من يناير 2024. وعبر الرئيس السيسي في بيان عن الاعتزاز بثقة دول التجمع كافة التي تربط مصر بها جميعا علاقات وثيقة، معربا عن التطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتجمع بريكس لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بينها والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهها، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية. وجه رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي التهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بانضمام مصر لتجمع بريكس. وفي لقاء مع إكسترا نيوز أكد مدبولي أن انضمام مصر للتجمع يأتي تتويجا للجهود الحثيثة من القيادة السياسية وكل مؤسسة الدولة. أشار مدبولي إلى مزايا انضمام مصر لتجمع بريكس، معتبرا أنه ترجمة حقيقية لتوجه مصر وحرصها على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف. وأكد رئيس الوزراء أن عضوية مصر في بريكس ستسمح لها بالتبادل التجاري بالعملة المحلية مع باقي دول التجمع، بما يمنع سيطرة عملة دولية محددة، كما يسهم في مزيد من الشراكة مع دول التجمع. غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سجن فولتون بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية بعدما تم توجيه أكثر من 12 تهمة جنائية له كجزء من قضية جنائية واسعة النطاق تنبع من محاولات الرئيس الأمريكي السابق إلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020 في ولاية جورجيا. وتم التقاط صورة جنائية لترامب في سجن مقاطعة فولتون، وهي الأولى بالنسبة لترامب. وغادر موكب ترامب السجن بعد حوالي 20 دقيقة من دخوله، واتجه نحو مطار هارتسفيلد جاكسون في أتلانتا، حيث كانت طائرته الخاصة تنتظر إعادته إلى نادي الجولف الخاص به في نيوجيرسي. من جانبه ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالاستهزاء بالعدالة بعد اعتقاله رسميا بتهم الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفا القضية المقامة ضده بأنها تدخل في الانتخابات. ولم يحدد ترامب الجهة التي يتهمها بالتدخل، لكنه ندد بشكل روتيني بالرئيس جو بايدن وغيره من الديمقراطيين بزعم عرقلة حملة إعادة انتخابه. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بشأن التدريب الأمريكي للطيارين الأوكرانيين على الطائرة المقاتلة F-16 والذي سيبدأ في سبتمبر. وقال البيت الأبيض في بيان أن الرئيسين بايدن وزيلنسكي ناقشا بداية تدريب الطيارين المقاتلين الأوكرانيين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى على نقل طائراتها من طراز F-16 إلى أوكرانيا بعد التدريب. قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 42 طائرة مسيرة فوق شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من اليوم. أضافت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي دمرت 9 طائرات مسيرة، فيما تم تدمير 33 طائرة بالحرب الإلكترونية وتحطمت دون أن تصل إلى أهدافها. أعلنت السلطات في تنريفي أن الحريق الضخم المستعر منذ 15 من أغسطس الجاري في الجزيرة الواقعة في أرخبيل الكناري السياحي الإسباني قد استقر. وأوضح رئيس الحكومة المحلية أنه لإعلان استقرار الحريق تعين على فرق الإطفاء أن تنتظر بلوغ نيران مرحلة السيطرة والإخماد. وخلال الأيام التسعة الماضية التهمت النيران منطقة يبلغ قطرها 90 كيلومترا، وهذا هو أكبر حريق غابات تشهده إسبانيا منذ بداية العام. ومع أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا إلا أنه أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم.
ومشاهدينا إلى هنا انتهى موجزنا، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، ونعود للزميلة يارا لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح. إليك يارا. شكرا لك الزميلة مريم حسن على هذا الموجز الإخباري.